معانا الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعه بوزاره الزراعه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. تعليقا على الخبر المفرح بخصوص بدء الحمله القوميه لمكافحه القوارض والفئران لحمايه محصول القمح. ازاي هيتم تنظيم؟ نعم طبعا احنا كلنا عارفين القوارض اللي هي الفئران طبعا هي بتتكاثر بسرعه كبيره جدا. أيوة. والفئران دي زي ما احنا عارفين اللي بتعتبر من الافات الضاره للانسان وللنبات. صحيح. فطبعا احنا وزاره الزراعه في توجيهات من السيد الوزير السيد الكسير الاهتمام البليغ بالمحصول الاستراتيجي اللي هو القمح، وكذلك الحد من انتشار القوارض اللي هي الفئران حفاظا على البيئه المصريه وحفاظا على المحاصيل وعلى صحه الانسان سواء. فاحنا دلوقتي في حمله بنعملها 3 مرات في العام. على راس هذه الحملات اللي هي الحمله اللي بدات في 20 يناير الجاري وهتستمر لغايه ان شاء الله 15 مارس لتحديد محاصيل وحقول القمح على الطرق والمصارف وفي الاماكن الهامشيه للقضاء على عدد كبير من هذه القوارض وعدم إيقاع الفرصة للتكاثر والزيادة المتنامية اللي كلنا عارفينها أن القوارض تتكاثر بسرعة كبيرة جدا وعدد الولدات فيها كتير جدا. فلولا هذه الحملات المستمرة على مدار العام لكنا رأينا الفئران تجري في الشوارع في كل مكان. صحيح. هذا يعتبر من المجهودات الرئيسية لوزارة الزراعة في مكافحة القوارض على مستوى الجمهورية في كل الحقول، وبندعو اخواتنا المزارعين ان هم يساعدونا ويسهلوا لنا هذه الماموريه بوضع وضع المبيدات لمقاومه القوارض على حواف الارض والتخلص من الحشائش المحيطه بالمحاصيل او خاصه محصول القمح اللي هي على الجسور والترع والمصارف. صحيح. طيب دكتور عباس، يعني القمح هو المحصول الاستراتيجي الاول لمصر، كم بتبلغ المساحه المزروعه من القمح وايه المستهدف ان شاء الله في المستقبل؟ والله احنا عندنا اللي كان مستهدف هذا العام تقريبا 3.4 مليون فدان، وان شاء الله في الحصر النهائي احنا دلوقتي بنعمل حاجه اسمها الحصر النهائي على الطبيعه، ان شاء الله بندعو الله ان احنا نقترب من هذا الرقم اللي هو تقريبا 3.3 مليون فدان. واحنا شايفين ان كانت الحراره كانت زادت حبه في 10 يناير او من 5 يناير لغايه 15 يناير كانت درجه الحراره زادت حبه، وكنا متخوفين بصراحه من هذا الارتفاع، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بدانا نرجع ثاني الى الطقس الشتوي المعتاد اللي هو انخفاض درجه الحراره وهطول الامطار على السواحل الشماليه لننعم ان شاء الله بالمحصول الوفير بالذات في الاماكن الساحليه التي تروى على الامطار، واعطاء فترة من البرودة تساعد نبات القمح على التزهير إن شاء الله وامتلاء الحبوب والتفريع بالنسبة للقمح. إلى الآن لم نرصد أي تغيرات سواء حشرية أو مرضية على محصول القمح، وبندعو الله أن يكتمل هذا الموسم بالخير عشان يعود علينا وعلى مصر الحبيبة بالمحصول الوفير إن شاء الله هذا العام. إن شاء الله ويكون موسم القمح الجديد مبشر بالخير لنا جميعا. أشكرك دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. نيجي بقى يدينا عند خبر يعني الاستثمار أو تحويل شيء لشيء لخلق فرص اقتصادية، واللي هنقوله ده يعني يعتبر حاجة كبيرة لأول مرة في العالم أو في مصر أو نقول في مصر، لأن هي بتسعى لتقليل كل الملوثات اللي ممكن تكون بتأثر على حياة الإنسان وعلى صحته، زي كل اهتمام الحكومة بكل ما يهم المواطن المصري من أجل حياة كريمة.